صباح الخير يا الشاص، خلنا نروح نفلها، خلى الناس كلها تضرب على صوتك. يا اخي انت ازعجتنا، كل يوم نصحى على صوت موترك المايس وريالين. يا اخي جعلنا ننحرم منك انت وموترك المايس وكفر سيارتي، ازعجتنا وقلقتنا على الصباح. اخرني على الدوام هذا المريض النفسي، خلنا اروح على شركة الحين. والله اني مليت وما لي خلق اشتغل، عكر مزاجي راعي الشاص. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا. معك موظف من المينا، موترك الجديد وصل، تقدر تيجي تستلمه الحين. يلا دقائق، مسافة الطريق وكون عندك ان شاء الله. We'll be right back.
فيك يا موتري؟ هذا وقت تخرب فيه؟ شوف هذا اللي أزعجنا، موتر خرب. هاي يا رعشاص، ما قلت لك موترك ما يسوى ريالين؟ خلك جالس عنده، خلك. هاي انت مفكر الشاشي كثير وما حد يملكه؟ ترى موتر اللي بستلم الحين من المينا ثمنه اقدر اشتري معرض من موترك الغبي هذا. اقول لا تتكبر عاد، وروح شوف شغلك، لا مردخك الحين. يا الله لو الموتر هذا لي، يا حظهم المرتاحين بالدنيا، وانا ما عندي حتى سيكل. والله شكلي بسرقه وبترك الشغل بالمينا وبعيش حياتي. والله اني متردد اسرقه، لكن خلاص قررت اسرقه واللي يصير يصير. تكفى الفزع يا رعشاص، تكفى الفزع اللي دخيل عليك. ابشر بالفزع، ابشر. Yeah.
شف علي، هذا الموتر مسروق من المينا، وبعطيك رقم صاحبه، واللي سرق الموتر موجود معي، تعال خذه. مشكور يا راعي الشاص، الله يكثر من امثالك. وانا بقول لراعي اللكسس ان راعي الشاص هو اللي رجع موترك. فوسنا على خويانا صبوره، نموت والشكه ما تلحق مدانا، لو شانت اموره نزين اموره، قدام ينصانا يعين حدانا، وان ما وقفنا له وقت الضروره نحلق شواربنا وننتف الحالة. خوينا ما ينحقر في حضوره، من مس الاطاري تمسه عصانا، نزعل لشفنا شي يجرح شعوره، حنا ما نرضى الهينه لخويانا، واذا زعلنا ما نهاب الخطوره حتى نبين وش قيمه رضانا. عز الله يعزك يا الشاص، دائما مبيض وجهي، الله لا يحرمني منك. لازم اروح واتشكر راعي الشاص واعتذر منه واعطيه هديه بسيطه. تكفى وقف يا راعي الشاص، تكفى، بيك موضوع ضروري، تكفى وقف. شوف يا راعي الشاص، انا اعتذر منك على اللي صار بيننا امس، وانت سويت معاي جميل ما راح انسالك اياه طول حياتي، وطالبك تقبل مني هذه الهديه، موتر القديم ترالك، واتمنى انك ما تردني. ما سويت الا واجبي، وهديتك خلها لك عندي يا الشاص، يسوى كل حلالك.